السلام عليكم، انا اخوك محمد بن بصيص، سناب شات ارتست، رسام سناب شات. السناب شات بشكل عام هو يعتمد على الرسم، سكتشنج وشغلات زي كذا، لكن امتهنتها بطريقه ممكن تقول مو احترافيه لابعد درجه لكن ترفيهيه بشكل اكبر. رسمت بدايه الرسمات عن الكاريكاتوريه، شغلات زي كذا، بعدين امتهنت اني ارسم نوع خاص بالبوب ارت، بعدها دخلت على الستنسلينج اللي هو 2 لايرز 3 لايرز او 1 لاير. وهذا بشكل مختصر يعني عن السناب شات ارت. وفي شغلات ثانيه، انواع ثانيه خاصه بالسناب شات ارت، اللي هو الرسم عن طريق الايموجي او الرسم عن طريق طرق اخرى، لكن انا امتهنت بشغل ستنسلينج والبوب ارت بالذات. يعني الرسم على السناب شات ما هو ذاك السهوله اللي يتوقعها اي رسام، انا اتكلم عن فئه الرسامين، انه منطقه ضيقه هم يعرفون ايش قد تكون المنطقه الضيقه في الرسم. السناب شات الرسم فيه عن طرق ذكرتها قبل كذا مختلفه، عن طريق الايموجي، عن طريق الرسم سكتش، عن طريق طرق ثانيه، في بعض التركات يعرفها اكثر من فنان متخصص بالسناب شات. لكن طريقتي انا بعض الرسمات رسمت مرتين ايموجي، الرسمه الواحده اخذت مني 4 إلى 5 ساعات، درجه انه اشبك الشاحن واقعد فتره معينه وارجع واروح بسبه الايموجي، لانها صعبه جدا وتحتاج دقه كبيره. بصراحه سناب شات ارت معي انا شخصيا اخذ ردود افعال كويسه جدا لي انا شخصيا، سواء اضافات او اطراءات كثيره حصلت عليها من رسامين معروفين في الخليج، وكثير فئة، أنا متأكد كثير فئة من الناس في الخليج ما بحثوا عن الموضوع هذا. في هاشتاقات باسم فن سناب شات، وفي سناب شات آرت، سناب شات أندرسكور آرت، في رسمات كثيرة أنا لاحظت في رسامين كثير يرسمون بأشكال مختلفة للسناب شات بجميع أشكالها. أنا تخصصت في ستنسل وفي البوب آرت بشكل أوضح، وأحيانا رسم كاريكاتيري بشكل ثاني بعد، لكن بشكل عام انا حبيت النمط هذا ستنسلز. اليوم حبيت اشارككم بالرسمه هذه عسكري، واتمنى انها تعجبكم، وحاولوا انكم تجربون الشغله هذه، راح تنبسطون عليها صراحه.